بسم الله الرحمن الرحيم. دي نصيحة لأي أخ ناوي يسافر ويتغرب. النصيحة دي ما ينفعش إن أنا أقولها، لأن أنا كل اللي أنا قعدته ما كملش 4 سنين، فأقل بكتير من إن أنا أقول نصيحة زي كده. بس هي نصيحة أنا سمعتها من عامل مصري في الشركة اللي أنا كنت شغال فيها، قال لي نصيحة حلوة. وعلى فكرة المصريين كلهم كويسين مع بعض في الغربة، هي الفكرة بس موضوع التعميم بطريقة غلط. ان ممكن تقابل 100 مصري بكويس معاك، وتقابل واحد مصري مثلا عامل معاك زومبا، عامل معاك حركة وحشة او خلاك تسيب البلد، فتقول كل المصريين كانوا وحشين. لا، هي كل جنسية فيها وفيها. فانا اول ما نزلت من قطر من المطار، يعني نزلت بدور على الجامعة اصلي فيه، لقيت سبحان الله واحد مصري وعلى قد حاله، مثلا شغال يوم يومين لا او بتاع، واصر لازم اروح اتغدى معاه ولازم افطر، كنا في رمضان ساعتها. فيعني المصريين الحمد لله كويسين كلهم مع بعض، ما قابلتش حد مصري في الغربه وحش، مع ان يعني اعرف الاف المصريين في الغربه. بس هي الفكره مشكله التعميم عندنا. نرجع للنصيحة. هو الراجل قال لي بص، أنا بقالي 20 سنة في العراق والكويت والسعودية والإمارات وقطر، وشاف ناس كتيرة جدا بعد ما اشتغل مثلا 10 سنين تجي له مثلا أي مشكلة فيترحل، ففجأة إن هو في الفترة دي كلها محوش حاجة خالص. ليه؟ الحياة في أغلب البلاد ديت زي مثلا الإمارات أو دبي بتبقى فيها بهرجة زين على اللزوم، فممكن تلامسك وتصرف كل اللي بتقبضه. تمام، عايز بقى تجيب الموبايل، يا ده نزل اس 7، ده نزل الموبايل كذا، ده العربيه عايز اغيرها كل كام شهر كده، عايز تغير العربيه، عايز تغير الموبايل، عايز تشتري بدله، عايز. هتلاقي نفسك اللي بتقبضه هو اللي بتصرفه، فما بتحوش حاجه خالص، فبتنزل ما فيش حاجه خالص. تمام، قال لي مثلا كل في ناس مثلا كل يوم تاكل في 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 مطعم شكل وتعمل واو والحاجات دي كلها، بينما هو الموضوع زي ما ربنا بيقول، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. ف هو بيقول لي مثلا، هو مثلا كان على قد حاله وكلنا على قد حالنا، كان نجيب مثلا طماطم مع تونه مع فول، يعني حاجات بسيطه كده ما تكلفش حاجه خالص، بدل ما ماكدونالدز وكنتاكي والحاجات اللي هي اصلا مضره في الصحه، زي اللي احنا متفقين ان احنا نقاطعها اقتصاديا ونشجع الحاجه اللي اهل بلدنا بيعملوها. فهو حتى كان من ضمن الطرائف كان بيقول لي انت عارف نكته الصعيدي اللي يسافر يتغرب كي يجي ابن عماره ويبقى البواب بتاعها، قال لي دي احنا بنعملها، دي هم عندهم في البلد بيعملوها، بيبني العماره ويقعد يخلي باله من العماره، وهو اللي ياخد الفلوس من السكان ويوفر، يعني حاجه جميله يعني. فهو الفكره كلها ما بقولكش ان انت تقعد حياتك في الغربه كلها ما تصرفش، لان ده غلط، لان ما تعرفش، انت ممكن تقعد تحوش فلوس وتكنز وفي الاخر يجيلك الموت والفلوس كلها ضاعت عليك. تمام، فلا انت تمتع بحياتك وعيش حياتك عاديه وكل الحاجه اللي انت عايزها، بس في نفس الوقت مش اي حاجه بهرجه تشوفها تجيبها. سيدنا عمر بن الخطاب له واحد عم اشترى لحمه واشترى بتاع، قال له ليه؟ قال له اشتهيته، قال او كلما اشتهيت شريت. فانت يعني سبحان الله، انت في الغربه رايح، حاول قدر الامكان تعمل حاجه يعني تبقى موجوده لاي حاجه تحصل، اي ظروف لا قدر الله. الهنود احنا بنشوفهم بيجي ويجي على نفسه قوي ويعمل قوي قوي، وبعد كده يحول الفلوس دي، وتلاقي مثلا باني فيلا، تلاقي الاوفيس بوي مثلا او واحد عادي خالص غلبان هنا، بس حوش مبلغ حلو وبنى له مثلا فيلا في الهند، واشترى له عربيه وظبط حاله جدا بحيث ان هو يروح يفتح شركه خاصه بيه. فهي ملخص النصيحه عشان ما اطولش عليكم، تواصل في امورك كلها وما تعملش حاجه حرام، وان شاء الله ربنا يبارك لك باذن الله.